غشمرة بعض المواتر ما فيها غشمرة إذا صقع صوت رنة تشوف أخبارة إذا صقع صوت رنة تشوف أخبارة بعض المواتر فيها غشمرة بعض المواتر ما فيها غشمرة بعض المواتر للكشخاش كرة بعض المواتر للكشخاش كرة بعض المواتر ما فيها غشمرة بعض المواتر ما فيها غشمرة بدك تحية لقبر تاخذ دارة بدك تحية لقبر تاخذ دارة بعض المواتر ما فيها غشمرة بعض المواتر ما فيها غشمرة بعض المواتر أبدا ما تنشر بعض المواتر أبدا ما تنشر جاءنا شهر الصيام شهر العبادة والقيام. نقول قرب شهر رمضان المبارك، مبارك عليكم الشهر مقدما قبلها بأيام. اليوم مشاهدينا الخطاف، خطاف الياباني من الدول الأوروبية اللي في ألمانيا. الألماني عرفونه إذا هذا دش مكان يدور أي سيارة يابانية. نعم نعم كويتي تعرفونه، أكيد تعرفونه. اليوم أبو راشد فيصل الضويحي يطلع لنا أم التاج الملكة، أم التاج موديل 73 ديلكس تويوتا كراون، 73 ديلكس أم التاج. طبعا فيصل الضويحي أبو راشد اللي قبل تقريبا شهر وشيء طلع لنا الكريسيدا 77 الباب واحد اللي على قولتهم من أنور أندر النوادر. اليوم أيضا من أندر النوادر وطلب خاص، يعني في الجزء الثاني شفنا سيارة وليدي علي طلال خليفة الباب واحد 72 كراون. اليوم التحفة أربع بيبان تويوتا كراون 73 ديلكس، هناك سوبر ديلكس 2600، هني ديلكس 2600 أربع أبواب 73. طبعا أم التاج لقبها أم التاج الملكة في اليابان وحتى في أوروبا وأستراليا وكل مكان لما تم تصديرها. طبعا التويوتا كراون كإنتاجات وكأجيال، الجيل الأول بدأ في 55 مبكر، نعم مبكر، في 58 أول سيارة يابانية تويوتا كراون يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة في 58. هذه المعلومة احتفظ فيها حقك، 58 أول سيارة تويوتا كراون يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة. من 55 إلى 62 هذا الجيل الأول، الجيل الأول. من 63 إلى 67 الجيل الثاني، الجيل الثالث. من 68 إلى تقريبا 70 سيارتنا داشة من ضمن الجيل الرابع، من 71 ل 74. هذا الجيل في شيء لازم نعرفه احنا كاصحاب سيارات، ان في الجيل هذا ال 71 ل 74 احلى جيل واحلى شكل واحلى تكنولوجيا واحلى كلاسيك واحلى سبورت. ويكفي ان في الجيل هذا تثبتت او تثبت اسم التويوتا كراون، لان في الاجيال الاولى كان يسمونها تويو بيت، هني صارت خلاص تثبتت عالميا التويوتا كراون في هذا الجيل من 71 ل 74. سيارتنا اي موديل؟ لا، موترنا موديل 73. بال 73 مشاهدينا الممثلة المعروفة اليابانية سايوري، هذه سوت دعاية حق الموتر واستمرت مع تويوتا كراون لعام 83، بعدها طبعا وخرت. 73 أم التاج، طبعا الكراون نعرف بالتاج. إذا بي أتكلم عن هذه السيارة كبداية بالجيل الأول كانت هي الأس 10، الأس 20، الأس 30،
طبعا الجيل هذا ال 71 لل 74 يو الاس 60 والاس 70. طبعا السياره ككراون ديلكس اكيد اوبشن مواصفات، انزلت بابين الهاتشباك اللي شفناها في الجزء الثاني، وانزلت الاربع ابواب، انزلت السوبر ديلكس، ونزلت الديلكس عاديه، ونزلت الصالون العاديه، طبعا انزلت جام فر، ونزلت جام توماتيك. سيارتنا ك 73 وايد مواصفات جت عليها، لكن اذا بفرقها على 72 وانا واقف في خلفيه السياره، الاسطوب تغير، الاسطوب الخلفي او الباقليت الخلفي تغير. بال 72 كان اسطوبين بروحهم والقري صوبهم، هني بال 73 لا، صار الاسطوب الطوالي والقري داخله. الاوروبي لا، القري ماله صغير، اما الياباني يتكلم هي الاسطوب كامل، الاسطوب كامل والقري داخله. ال 72 لا، كان اسطوبين يمين اسطوبين يسار والقري. مقطه البنزين حلوه، مقطه عتيجه من يقولها الحين، ما خلينا نقولها، مقطه البنزين صايره بالنص، وعليها ايضا علامه التويوتا تبطل وتعبي بنزين. طبعا ايضا ال 72 كان دعاميته اكبر في الخلف ونازله لتحت، ويصيرون ايضا مالوت بريكات تحت الدعاميه بال 72. 73 لاحظنا غير هني، لاحظ ال 72 ايضا المداقر الخلفيه فيها عواكس، كلمه كراون موجوده لكن فيها عواكس، هني ايضا مو موجوده. انقز على السقف وانقز على جنب السياره وانقز على السياره من الخشه. طبعا الجيم تقريبا ما تغير، الجيم شبه تقريبا واحد، الاثنين او الثلاثه، السقف ايضا واحد. الخشه لا، صار فيها تغيير. اللي يشوف الاثنين وسبعين ثلاثه يقول طلال ما تغير، انا اقول لك لا تغير. لاحظ عدل التكحيله مالت نقول طير الرقيع اللي فوق على المدقار، كانت بال 72 السكن كامل ممطوط ولاف على الغبق، انزين، والمدقر هني لا، صار سكن بروحه ونيكله لافه. ايضا السكن قدام تحت صار اصغر، كان بال 72 حوالي نيكل واكبر اعرض. نشوف الشبك هني صار بس قدام، اول بال 72 كان الشبك ساحب من الليتين الاماميين ليه ويه الشبك، حتى العلامة هني بال 73 علامة التاج صارت طوالية، هناك كانت شوي بال 72 عريضة. طبعا المكاين والقيرات بحكي عنها. طبعا مشاهدينا، بالنسبه للقيرات والمكاين، انزلت المكاين بالجيل ال 71 لل 74، انزلت الاربع سلندر وانزلت مثل سيارتنا ستة سلندر. انزلت المكاين اللي نسميها احنا الام 4 والام 6. طبعا بالنسبه للقيرات، انزلت جير عادي سكان وانزلت جير توماتيك. ومن عظمه هذه السياره في اليابان وحتى في اوروبا، السيارة نزل عليها مثل سيارتنا الجير اوتوماتيك الباور جلايد، يسمونها التويو جلايد، غيارين. هذا ما يصير في اليابان، يعني ذاك الوقت اليابان تفتخر في هذه السيارة، هي على قولتهم أعلى سيارة وأعلى أوبشن، اللي هي التويوتا كراون ذاك الوقت. إلى 89 طلعت اللكسز، طبعا بالكويت شفناها ب 92. شوف الوجه هني اللي أقول لكم الساعة فرق على 72 شيء بسيط، لكن الجمال موجود، الجمال موجود. طبعا كثير من الألوان انزلت على هذه السيارة، كل لون أحلى من الثاني. طبعا هذا مو دليل أن اللون حلو، لا، دليل أن السيارة حلوة، كثر ما تعطيها ألوان يبين جمالها. طبعا ندش على الداخلية، سيارتنا كنديشن، الجامفر مسجل وكالة كاترج. السيارة على فكرة، شوفوا معاي أوراق السيرفس وكتالوجها، سيرفسها بال 83 دشت ال 50,000، دخلها راعيها هناك، يقولون راعيها واحد يعني مقتدر، يقولون راعيها واحد مقتدر، فدخلها في ال 49، ماشية 49,000، دخلها سيرفس ال 50,000. سيارتنا حاليا ماشية 72,000 عند أخوي فيصل الضويحي أبو راشد، جزاه الله خير، مسميه الخطاف،
كل ما راح ألمانيا سويسرا هذا خطف له سيارة يابانية ويابها. أقول أبو راشد ليش؟ يقول لي أبو علي أنت أبخص، الياباني انفقد مو موجود بشوارعنا الحين. قلت له كلامك 100%. طبعا أيضا الداخلية تشوف عظمة الكراون التزخرف الموجود في حتى في سنادة الرأس من الخلف. طبعا راعيها مخلي كسيفتي تشتغل ستارت بالإيد، الستارت مالها تاتش بالإيد. أيضا قلنا المسجل كاترج كنديشن غير توماتيك أرضي، الداخلية الوكالة كل شيء وكالة، رنج الوكالة والرمانات الكراون أم التاج وكالة ك73. وقلنا لكم من عظمة السيارة الممثلة المعروفة هناك سايوري اليابانية سوت لها دعاية، فالسيارة تعتبر من أجمل ما أصدر في اليابان، وتصديرها إلى أستراليا وتصديرها يعني إلى الدول الأوروبية وإلى الولايات المتحدة، هذا دليل عن عظمتها. وعلى فكرة من السيارات اليابانية اللي طول إنتاجها من 55 تقريبا لليوم، لكن احنا اليوم بالكويت ما نشوف الكراون، لكن هو موجود لتقريبا الموديلات السابقة قام ينزل في دول ثانية. هذا اللي قدرنا نسولف عنه. على فكرة حتى الدبة تبطل يعني اوتوماتيك، و يعني قلنا كشنات الوكالة، حتى أرضية الزولية الأرضية زولية الوكالة. سيارة تعتبر نادرة، نادرة وايد مو شوية. أشوفكم على خير مشاهدينا بالعجب العجاب، وتابعونا في الحلقات الجاية، وكل الشكر للحبيب أبو راشد فيصل الضويحي. أشوفكم على خير في أمان الله. غالي حبيبك وقليبي مختارة، سافر وهو زار وانقطع اخباره، غالي حبيبك وقليبي مختار، سافر وهو زار وانقطع اخباره، غالي 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 حبيبي غالي غالي.